سلسلة دروس المحاضر، إضافة نشاط أو محتوى، اختبار، كويز. لإضافة اختبار اضغط على Turn Editing On، بعدين اضغط على Add an Activity or Resource واختار كويز من قائمة الأنشطة. اكتب اسم الاختبار وتقدر تضيف وصف فيه تعليمات للطلاب، وبيتم عرضه على صفحة المكرر لو قمت بوضع علامة على المربع. Timing، بتستطيع تحديد موعد بدء وانتهاء الاختبار ومدته، وبيمكنك أيضا اختيار الإجراء المتبع عند انتهاء وقت الاختبار. Grade، بيمكنك تحديد درجة النجاح وعدد المحاولات المسموح بها وطريقة التقييم. Layout، بتستطيع تعديل عدد الأسئلة اللي بتظهر في كل صفحة. Question Behavior، بيتيح لك اختيار لو عايز خلط الأسئلة أو لا، بالإضافة لتحديد توقيت ظهور الفيدباك، هل بعد الانتهاء من محاولة حل كل الاختبار أم بعد الإجابة على كل سؤال. Review Options، وده للتحكم في المعلومات اللي بيمكن للطالب رؤيتها عند استعراض محاولة الاختبار أو التقرير النهائي. The Attempt، بتقوم بعرض إجابة الطالب على كل سؤال. Whether Correct، بتقوم بعرض إذا كان إجابة الطالب على كل سؤال صحيحة أو لا. Marks، بتقوم بعرض درجة كل سؤال ودرجة الكويز النهائية. Specific Feedback، بتقوم بعرض الفيدباك الخاص بكل إجابة واللي تم تحديده عند إضافة الأسئلة للكويز. General Feedback، بتقوم بعرض الفيدباك العام للسؤال واللي تم تحديده عند إضافة الأسئلة للكويز، وبتستطيع استخدامه لإعطاء الطلاب بعض المعلومات عن الجانب المعرفي اللي بيقوم السؤال باختياره. Right Answer، بتقوم بعرض الإجابة الصحيحة لكل سؤال ولو كان الطالب قام بالحل بشكل صحيح أو لأ. Overall Feedback، بتقوم بعرض الفيدباك على الكويز ككل زي ما تم تحديده في الإعدادات. في كل الإعدادات السابقة يمكنك تحديد الفترة الزمنية لظهورها للطلاب. During the attempt، بيظهر الإعداد ده فقط في حالة اختيار Immediate Feedback و Immediate Feedback with CPM و Interactive Multiple Tries تحت بند How Question Behave. عند اختيار أي منهم هيظهر زر Check تحت الإجابة، وعند ضغط الطالب عليه هيتم إرسال الإجابة وظهور الفيدباك في لحظتها. Immediately after the attempt، بتعني خلال دقيقتين من ضغط الطالب على زر Submit All and Finish. While the quiz is still open، بتعني في الفترة بين دقيقتين من حل الكويز وقبل ميعاد غلقه Close Date. إذا كان الكويز بدون ميعاد إغلاق فده يعني إن الفترة دي ما بتنتهيش. After the quiz is closed، بتعني بعد إغلاق الكويز، وبيتمش الوصول للمرحلة دي في حالة الكويز بدون تاريخ إغلاق Close Date. بعدين اضغط على Save لإضافة الاختبار. بيجب عليك إضافة أسئلة إلى بنك الأسئلة عشان تستخدمها في الاختبار. لإضافة سؤال اضغط على Edit Quiz أو من زر Page Settings اختار Edit Quiz، واضغط على Add هتلاقي الاختيارات التالية. Random Question، لو كان لديك بالفعل أسئلة بيمكن إضافة سؤال عشوائي إلى الاختبار. From Question Bank، لاختيار سؤال محدد من بنك الأسئلة. Add New Question، هتظهر قائمة بأنواع مختلفة من الأسئلة للاختيار منهم. اختار Multiple Choice واضغط على Add. بيجب عليك كتابة اسم السؤال في خانة Question Name ونص السؤال في خانة Question Text. في خانة Answers قم بوضع الاختيارات. لو قمنا باختيار None في خانة Grade فده يعني إنها إجابة خاطئة، ولو اخترنا 100% فده يعني إنها إجابة صحيحة. يمكن إننا نحط Feedback محدد لكل إجابة. لوضع درجة على الاختبار اضغط على Attempt، وفي آخر الصفحة هتلاقي تقرير، قوم بالضغط على Review Attempt. تحت كل سؤال اضغط على Make Comment or Override Mark لإضافة تعليق أو تعديل درجة السؤال، واضغط على Save.